السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. ألتقيكم اليوم وبرنامج التخلص من الإعلانات للأبد، سواء كنت على الواي فاي أو على 3G. لا يأخذ من الجهاز سوى 2 ميجا بايت، ولا يأخذ من الإنترنت، بالعكس راح يوفر لك من باقة الانترنت او من سرعة الواي فاي. يعمل بالخلفية، حتى لو تسد التطبيق الاعلانات تبقى محجوبة. ماكو تشغيل VPN مثل التطبيقات السابقة، ولا اكو انه اذا كنكت على غير شبكة لازم تنسخ الرابط وتخليه بالواي فاي. لا لا خلاص، هذا التطبيق حل كل المشاكل. التطبيق مجاني لفترة محدودة، اليوم 9 بالشهر مساء، يوم 11 للأسف يرجع سعره الأصلي، والله ويستحق أكثر من هذا السعر اللي هو 1.99 دولار، يعني 2 دولار. نبدي بالتطبيق. طبعا التطبيق يدعم iOS 8 وأعلى. شاشة الرئيس أريساء صفحة 4/7، تعديل أريساء صفحة 7/7 إطلاق. هذا التطبيق اسمه أد بلوك. ندخل على التطبيق ولأول مرة. إطلاق أبديتينج أد بلوك جروبس. أبديتينج أد بلوك جروب، يعني اكو مواقع جاي تتحدث 24/24 وسيرفرات، هسه راح نستعرضها. طبعا ما لنا شغل بيها، هي تتحدث تلقائيا وراح نراويكم اياها. حلو، عندنا اول ايقونه اد بلوك از ديسيبل، يعني الاد بلوك معطل عندك. عندنا سيتنج، وعندنا هاي مال التواصل، وسلايد اب تو انيبل يعني ارفع للاعلى للتفعيل. حلو، خلينا نشوفكم السيت اب. سيتنج سيرفرات طبعا كل جروب بعدة مواقع حاجبهن، يعني يطلع إعلانات، مصادر مال الإعلانات. خلينا نسمع. زين، هذا السيرفر الصيني 12 بي. 292 شرطة الماء إلى 292 subgroups. زين، الإجراءات المتوفرة. global servers. Japanese servers. 74 شرطة الماء إلى 74 subgroups. الإجراءات المتوفرة. وهنا شوف. Japanese servers. 74 شرطة الماء إلى 74 subgroups. زر تبديل تشغيل. كله مشغل. Polish servers. 11 شرطة الماء إلى 11 subgroups. الإجراءات المتوفرة. هذا نقدر نحذف منه أنا طبعًا، بس إحنا ما راح نحذف لأن كلهن يفيدن. Delete. تنشيط عنصر إجراء افتراضي. وهنا عندك إيقاف وتشغيل. Polish servers. 11 شرطة الماء إلى 11 subgroups. زر تبديل تشغيل. زين، يم الحذف هذا لأن ما عندنا شغل. Russian server. Russian servers. 104 Russian servers. 104 شرطة الماء إلى 100. Back. Setting. Back. زر الرجوع. Back. Adblock is disabled. Settings. Contact. Slide up to enable. شلون طريقة التفعيل؟ يقول لك slide up to enable. Contact. Slide up to enable. توقف عليها ونضغط ضغطة مطولة ونرفع للأعلى. نسحب للأعلى. الاعدادات تثبيت ملف التعريف الغاء. تثبيت ملف التعريف تثبيت زر. طبعا هو راح يثبت لنا ملف تعريف، بس بما انه انا مسحت ملف التعريف ما جاب العباره. يقول احنا راح نثبت ملف تعريف اشبه بالفي بي ان، ولكنه خدعه او فيك، يعني هو على تعبيره فيكه. وبالفعل ما شفت في بي ان مشتغل. خلي نثبت ملف التعريف. Adblock configuration. Adblock. موقع من قبل يحتوي على المزيد من التفاصيل. موقع من الغاء تثبيت ملف التعريف تثبيت زر. رمز دخول تم ادخال قيم 1 4 8 3
اسمه احد يفتح شو اسمه ذا لاقاني من عندكم ملح يلعب بالموبايل ما تحليل عنوان تثبيت زر تثبيت تنبيه تثبيت زر طيب تثبيت تم تثبيت ملف التعريف تم زر حلو طيب تم حلو قال لك اد بلوك از انيبل سيتنجز زر كونتاكت زر سيتنجز اد بلوك از سلايد داون تو ديسيبل يقول هنا أنا أول إيقونة صارت كانت بالأخير هي الديسيبل ال إنيبل هسه يقول لك سلايد داون تو ديسيبل اسحب للأسفل للتعطيل خلي نشوف ما عندنا شغل نسحب للأسفل ها خلي نشوف آه صار ديسيبل تعطيل خلنا نروح للأخير شي يقول slide up to enable اوكي خلنا نروح نشوف اكو اعلانات لا لا بالمناسبة خلنا نشوف عليه من امكن كان الثامنة واثنتا عشر ثلاثة capital G حلو على 3G رسالة صفحة سبعة من سبعة نروح مثلا رسالة صفحة واحدة من سبعة voice stream smart TV smart TV live smart also Maria TV خلنا نشوف السو ماريا TV Also Maria TV info. زر. مصدر دعاء شيء روسي والميرا كلي ماذا يدخل أبدا إعلانات جوجل. حلو. الأعلى أن يغطي الصفحة إيقاف مشاهدة هذا الأعلان نهاية اللقاء إيقاف مشاهدة الأعلى إيقاف مشاهدة. لو مو تقول له إيقاف مشاهدة. الأعلى أن يغطي الصفحة إيقاف مشاهدة هذا الأعلان إيقاف مشاهدة الأعلى أن يغطي الصفحة. سدها. مبدل التطبيق جاري أغلق. Also Maria TV أدوار. قيد التشغيل أدوار. قيد التشغيل. نرجع لصاحب الجديد. أدوار أدوار is disabled. Settings. زر. ونروح نفعله. Contact. Slide up to enable. Contact. Slide up to enable. ونسحب لفوق. ونشوف شو Contact. صير. Slide up to enable. Contact. Slide down. Block is enabled. Blocking ads. حلو. Blocking ads. يعني تم حظر الإضافات. Slide down to disable. Slide down to disable. Settings. Block is enabled. Slide down to disable. إحنا ما ريده ما ريدنا عطلة. راح نطلع من التطبيق ونقفله من مبدل التطبيق. مبدل التطبيق. جاري أغلق أطلاق الأعدادات واحد عنصر جديد قيد التشغيل شوف أكو VPN الثامنة طاقة البطارية 77% أوديو شير طاقة البطارية 77% الاتجاه مقفل الثامنة وأربع عشرة دقيقة ثلاثة كابل جي شبكة أربعة من خمسة شرائط زين نروح للسومرية أرساء ما أكو VPN واحد صفحة واحدة من سبعة تعديل اسمع لي أوسو ماريا تي في Also Maria TV info. زر. Lift button R. زر. حمودي يطالب العبادي العبادية وزير مصدر روس واش العميرة مقتل شرطة الم. Info. تم البرامج. لمت. مقتل شرطة. ميرا كلي وأردوغان يناقش أمير. مقتل شرطي مصري بهجوم مسلح في سيناء. منتفضون ضد داعش يقتلون أربعة من تنظيم بعبوة ناسفة قرب الموصل. No. الأمنية نينو طيران التحالف العباد شرطة عضو في أصابة مدني برصاص. Rose. 17. Two. شرطة النجف التنفي وجود شرطة النجف التنفي وجود أرهابيين بالمحافظة وتحاذر. Rose. أصابة. تبا للإعلانات كانك واي فاي الثامنة وأربعة عشر Airplane mode off واي فاي off زر واي فاي on cellular data on cellular data off وهذا الواي فاي Also Maria TV الثامنة ثلاثة مسافة off ثلاثة مسافة واي فاي bars Hussein al-Samali أصابة مدني برصاص ناجم شرطة استنفاق كتلة كرة مقتل شخص أشمري يدعو عاصفة تضرب الصين وفاء أشهر فاعل خير عاصفة تضرب الصين وتعطل حركة النقل Info. حمودي يطالب More. لام التبويب. لا تطلع من الأسفل. لام التب. الأبراج. البرامج. تم الاختيار. In progress. المزيد. علامة الحذف. الناتو يتعهد بتخصيص مليار دولار سنويا لدعم القوات الأفغانية. No. حلو. وهكذا نكون قد انتهينا تقريبا من شرح هذا البرنامج اللي قلنا عليه هو خلنا نختبر غير برنامج. هو مجاني لفترة محدودة ليومين تقريبا انا خليته امس بالجروب خلينا نفتح خلينا نعطل البرنامج صفحة واحدة من سبعة تعديل صفحة ست مجلد جلبريك تسعة من صفحة ست RTV Live Vanguard صفحة ستة من سبعة تعديل صفحة سبعة أدلاك طبعا اختبارات السرعة Searching for new updating Adblock groups already up to date حلو كل ما تفتح التطبيق يقول لك updating. Adblock is enabled. Blocking ads. Slide down to disable. Adblock is slide down to disable.
عطل لك ادلوك از ديسيبل ادلوك از ديسيبل كونتاكت سيتنجز ادلوك از ديسيبل حلو عطلنا شاشه الرجاء اريسا صفحه 7 من 7 تعديل اريسا صفحه 3 من 7 تعديل ابراج ريديو اير اوزو ماري تي في سمارت تي في ار تي في لايف ار تي في شوف هذا البرنامج مثلا ار تي في ان بروجريس هذا برنامج مال القنوات التلفزيونيه ريديو دوكيومنتريز سبورتس هوم نيوز كورنترين اسلامك كارتون ريديو دوكيومنتريز سبورتس طبعا هذا البرنامج قبل شويه طلع لي اعلان بالصيني همين مو انجليزي هذا يا الاعلان كلوز ادفرتايزمنت كلوز ادفرتايزمنت كلوز ادفرتايزمنت كلوز ادفرتايزمنت 879 73 7305136909078 صوره كلوز ادفرتايزمنت زيرو كلوز ادفرتايزمنت هوم زيرو نيوز سبورتس طبعا ما تقدر تتحرك من الاعلانات الموجوده بهذا البرنامج زين اصبحوا تل سمارت تي في والله ار تي في ار تي في التلفزيون العربي ار تي في ار تي في هوم زيرو نيوز كورنترين سبورتس انترتينمنت بيج اصبحوا تلميذا في موبايل الاكاديمي ونجح في مقابل عملك التالي رابط اعلانات جوجل اعلانات جوجل واعلانات بالانجليزي واعلانات بالصيني مبدل اطلاق قيد التشغيل اطلاق نروح لصديقنا ونفعله اطلاق سيتنجز نخلص كونتاكت سلايد اب تو انيبل سلايد داون تو ديسيبل اطلاق از انيبل سلايد داون تو ديسيبل مبدل التطبيق اير تي في قيد التشغيل وهذا الاجراءات اير تي في سبورتس اصبح تلميذا في موبايل الاكاديمي ونجح في مقابل عملك التالي نازل مبدل التطبيق جاري اغلق اير تي في اطلاق قيد التشغيل ونفتحه من جديد سمارت تي في اير تي في اير تي في ان بروجريس طبعا مثل ما وضحت انه ماكو في بي ان يشتغل لازم انت هو تروح تلقي ملف الفي بي ان باسم البرنامج اد بلوك لكن من تنطي اتصال يقول لك فشل بالاتصال يعني ما مجرد ملف وهمي لا اكثر ولا اقل التشغيل والايقاف من البرنامج طبعا هاي القنوات ما اي اعلانات اسلامك كارتون اسلامك كارتون Green, back, Elmerin, Sierra Vacra, Sierra Fatica, Adolphus Adolphus Radio, Elmerin, Sierra Vacra, Sierra Fatica, Adolphus Adolphus Radio. ماك أي إعلان؟ Adolphus Adolphus Radio. بالبرنامج. أفقية. Capital V. إن شاء الله تستفادون من هذا البرنامج وتلحقون على العرض وإن شاء الله حتى لو ما لحقتوا على العرض ترى دولارين. مو هواية على هذا البرنامج تحياتي حسين العراقي يأتيكم بكل حصري وجديد audio share recorder cancel تم الاختيار